يا صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان، وصباح العزة والفخر والاحتفالات المستمرة بذكرى انتصار أكتوبر العظيم. وبالمناسبة الحلوة دي حبينا في منطقتي نكون موجودين في منطقة شاهدة على بطولات القوات المسلحة وكمان الأهالي الفدائيين اللي رووا الأرض دي بدمائهم اللي سالت في كل شبر فيها. عشان كده احنا موجودين في المحافظة اللي أهلها كتبوا تاريخ كبير في التضحية والفداء، فاحنا موجودين معاكم من قلب محافظة السويس وهي دي منطقتي. ميدان الأبطال، هنا بدأت حكاية أبناء السويس من المقاومة الشعبية اللي تسمت منظمة سيناء العربية، وتسطرت أعظم ملحمة في التاريخ بين الأهالي والقوات المسلحة هنا في ميدان الأربعين. عشان كده احنا لينا الشرف إننا نلتقي بأبطال الملحمة دي اللي كانوا جزء منها مش مجرد سمعوا عنها. عشان كده احنا موجودين النهاردة عشان نعرف حكاية صقر السويس، ونعرف عملية وطح النهار، وكمان نعرف دور الصيادين في عملية نقل الألغام لشرق قناة السويس لمساعدة الجيش. ويا ترى كاميرا الذكريات صورت ايه من الملحمة دي وموجودة فين؟ يلا بينا نعرف حكاية منطقتي من أبطال المقاومة الشعبية بمحافظة السويس. بدأنا الحكاية من عند صقر السويس الفدائي عبد المنعم قناوي، اللي كان أول واحد مع زمايله اللي فكروا في التطوع وبداية حكاية المقاومة الشعبية، واللي لسه مرتبط بيهم لحد دلوقتي من خلال جدران منزله اللي تزينت بصور زمايله الفدائيين وكأنهم لسه موجودين معاه طول الوقت. لكن قبل ما نبدأ الكلام معاه قال لنا على المكان اللي كان بيجمعوا بيهم في أشهر القهاوي في السويس، فروحنا هناك وقابلنا بقى السيد محمد منصف أحد الصيادين اللي شاركوا في نقل ووضع الألغام شرق قناة السويس لمساعدة الجيش، وكمان الحاج أحمد صاحب القهوة اللي لسه محتفظ بذكريات وصور المكان اللي جمعهم من أكتر من 50 سنة. وبدأنا بقى نستعيد معاهم الذكريات البطولية الجميلة. الحقيقة إن احنا كنا آخر ناس نودع جنودنا الذاهبين لملاقاة العدو الإسرائيلي في سيناء. كان الضباط والجنود مزقططين بنقدم لهم المشروبات الساخنة والباردة، وبنكتب لهم الجوابات، وبنحط طابع البريد بعشرة مليم عشان نطمن أهاليهم، والروح المعنوية دي كانت في السماء. كنا بنقطع أسلاك الاتصالات اللي بيستعملها العدو شرق قناة السويس، كنا بنضع الألغام في الطرق والمدقات اللي بيستعملها العدو شرق القناة. كل هذه العمليات كانت بتتم ليلا وعلى هدف ثابت. فمصطفى أبو هاشم ومحمود عواد رحمة الله عليهم استأذنوا من قائد السرية اللي احنا هنعدي من عنده نعدي، فهو قال أروح معاكم، وعدوا القناة طبعا عايمين، كل واحد رابط خنجر في رجليه، وراحوا في اتجاه الأسوار والأنوار اللي احنا بنشوفها في الضفة الغربية. طيب احنا راح قاطعين كشافين، جابوهم وراحوا جايبين ميكروفونين وجم الضفة الغربية، وهم جايين في السكة محمود عواد فحد في الأرض عشان يحط العلم، لأن كل ما بنعمل العمليات بالليل وبنحط العلم بيجي العدو ثاني يوم بالخطاف ويروح شابط في العلم شد ويروح موقعه.
كانت النتيجة إيه في الآخر بقى؟ في النتيجة قال الله وانتوا جبتوا كذا كذا، طب إيه رأيكم ننفذ العملية النهاردة؟ نقول أيوة يا فندم على بركة الله. حاج ناوي، أنت كان معاك كاميرا أيام المعارك دي كلها، إيه اللي أنت التقطته من الصور وقتها؟ طبعا كل تحركات العدو، كل تحركات العدو شرق القناة في سيناء وأثناء الثغرة وبعد الثغرة بجبل عتاة 101 يوم بصور وببعت باللاسلكي إلى القاهرة العدو أخباره إيه، عامل إيه، كاني ماني من الكلام زي كده. مين أكتر حد مفتقده من أبطال المقاومة وتحب تقول له إيه؟ كلهم، ما فيش فصال بيننا وبينهم، إحنا كلنا على قلب رجل واحد. يوم ما القائد يختار واحد ينفذ عملية كله لازم يتخانق، ليه يا فندم وده أحسن مني 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 في إيه؟ أنا أروح قبل مني، طب أنت بتمر، طب أنت يعني كانت أيام. الحقيقة حكاياتنا لسه مكملة مع الأبطال اللي متشرف إن أنا موجود معاهم، ويمكن من أبطال المقاومة الشعبية الصيادين اللي كان ليهم دور كبير جدا في نقل الألجام لشرق قناة السويس ومساعدة الجيش والضباط هناك. ويمكن ليا الحظ طبعا والشرف إن احنا موجود معانا أحد الصيادين اللي الحقيقة يعني هو تلقى أذى نفسي وبدني كتير جدا، لكن هو بطل حقيقي من أبطال المقاومة الشعبية، السيد محمد منصف أحد الصيادين. برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. البداية بدأت إزاي مع حضرتك في مساعدة الجيش شرق قناة السويس في مسألة الألغام؟ بدأت العمل لما المخابرات الحربية طلبت من رئيس جمعية الصيادين ناس من الصيادين الشباب يطلعوا علشان خاطر الجنود اللي كانت في الجبل ومش لا مش عارفة طريقها ومش عارفة مش لاقي حد يجيبها. فرئيس الجمعية اتصل بشيخ الصيادين الشيخ شحات حمدان رحمه الله، جمعنا وقال لنا المخابرات عايزة ناس تطلع عشان كذا كذا. طلبنا منهم طب احنا عايزين مراكب علشان نطلع بيها، قالوا لنا اي مراكب تعجبكم خدوها ما تخافوش محدش هيقدر يمنعكم. بالفعل يعني جمعنا كذا فرد حوالي عن 30-40 واحد، واخترنا المراكب اللي هنشتغل بيها والفلايك اللي هنوصل بيها للساحل، وبدأنا نطلع من حتة اسمها الخور أو الخريرة نطلع لغاية الميناء بتاعت الهيئة اللي في على الكنال دي. فضلنا كل يوم نجيب 20-30-15 لمدة 17 يوم. المجموعة يعني احنا كنا ثلاث مجموعات بنشتغل بالطريقة دي، يعني المجموعة بتاعتي جبنا حوالي على 450 عسكري يمكن أكتر في خلال ال 17 يوم اللي اشتغلناهم دول، لحد ما بقى ما فيش حد نتلاقيه. الجيش والمخابرات شكرونا وكتر ألف خيركم انتوا عملتوا اللي عليكم بتاع. قلنا لهم يا فندم احنا يعني احنا ما عملناش حاجة، احنا لازم تشوفونا أي طريقة إن احنا نخدم بيها عشان خاطر العدو قدامنا اهو، مش معقول احنا نقعد نتفرج على العدو كده. يعني انتوا عندك استعداد تتعاونوا معانا؟ قلنا لهم مستعدين. ايه اكتر حاجه مفتقدها مع زمايلك؟ رؤيتهم، رؤيه زمايلي كلهم ماتوا ما عادش الا انا. ربنا يرحمهم وربنا يديك الصحه وطول العمر. الله يخليك. كل ما بتفتكرهم طيب بتحس بيه؟ يعني بحس بالفرح طبعا وبعزية النفس، بحس باحترامي لنفسي ان انا خدمت وطني. طبعا احنا اخترنا المكان ده لانه اكتر مكان شاهد على ذكريات ولقاءات ابطال المقاومه الشعبيه، وكانوا دايما طبعا بيتقابلوا ويقعدوا هنا وكل حكاياتهم وذكرياتهم
في المكان ده وفي القهوة دي. فاحنا معانا صاحب طبعا القهوة الحاج أحمد، برحب بيك وكل سنة وحضرتك طيب. وقول لنا بقى حكاية المكان هنا في أنه بيجمع كل أبطال المقاومة الشعبية، وإيه اللي كان بقى بيحصل وبيتم هنا وقتها؟ طبعا حضرتك القهوة دي بتاعتنا تعتبر أقدم قهوة، وطبعا من حسن حظنا والسعادة اللي احنا فيها الإخوة المناضلين على رأسهم الكابتن مصطفى أبو هاشم، رجال عاهدوا الله ووفوا بما عاهدوه يعني، ونحمد الله اللي احنا زادنا الشرف ده نتحمل هذه المسؤولية. صاحبي وقوم خد مكاني، دي بلدنا حلفة ما تعيش غير حرة، هاموت يا صاحبي وقوم خد مكاني، دي بلدنا حلفة ما تعيش غير حرة. قفلت بيتي وسكت دكاني، يا شط وبحر وشبك وسفنتي يا بيوت السويس. كاميرا الذكريات الفدائي عبد المنعم قناوي التقط بيها الصور بقى المعارك المختلفة اللي كانت في الوقت ده. الحقيقة الصور دي كلها اتجمعت ولقيناها موجودة هنا في معرض فدائي آخر بقى، وهو قائد المقاومة الشعبية الفدائي غريب محمد غريب، واللي احنا موجودين في معرض الصور الخاص بيه، واللي الحقيقة جمعها وعمل على تنظيم كل هذه الصور والمعرض الجميل ده نجله الدكتور سادات غريب محمد غريب. بنرحب بحضرتك واهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. حكايه بقى المعرض، انا الحقيقه دخلت المعرض هنا فلقيت يعني حسيت ان انا نفسي بقى رجعت بقى بالذكريات بقى وشفت كل صوره، وحضرتك كنت بتحكي لي بقى على كل صوره. حكايه المعرض ده ايه؟ طبعا برحب بحضراتكم في ارض السويس في معرض الفدائي غريب محمد غريب، وبنحيي طبعا الشعب المصري بالذكرى الخمسين لانتصارات اكتوبر. فكرة المعرض الفدائي غريب محمد غريب دي طبعا بدأت من فترة كبيرة. الفدائي غريب محمد غريب توفى سنة 89، طبعا ترك إرث كبير من الصور الفوتوغرافية وبعض الوثائق وبعض الشهادات التكريم وبعض نوت الامتياز اللي واخدها من السيد الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومن السيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وبعض الشهادات اللي خدها من المشير أحمد إسماعيل والفريق أحمد بدوي وبعض القادة العسكريين طبعا في حين ذاك في الوقت اللي هو بتاع وقت الانتصارات. فمن حوالي يعني فترة من صغيرة بدأت إن أنا أجمع بعض الصور وبعض الوثائق. طبعا كان ليهم الفضل طبعا عمامي اللي هم أعضاء منظمة سيناء العربية اللي هم زملاء ورفاق الوالد رحمة الله عليه في رحلة الكفاح. فمن هنا كان اللي عنده أي حاجة كان يعني برضو إيه كان بيهديني منها جزء بحطها بحتفظ بيها. بس طبعا كان المكان مش بالحجم ده، كان مكان صغير جدا. بدأت لقيت بعض طلبة المدارس وبعض قيادات العسكرية وبعض برضو شخصيات عامة وأحزاب عايزين يعرفوا تاريخ السويس. فطبعا لقيت ان الكنز اللي في ايدي دوت ده مش ملك لوحدي، ده ملك لكل السويسي. حاجه الصور اللي تقدر تحكي بيها طبعا ملك كل السويسي على ارض السويس يعرف تاريخ البلد ديت، لان طبعا تاريخ البلد ده مليء بالذكريات الجميله، مليء طبعا بالاحداث. مجموعه في وقت ما من بعد النكسه ازاي قدرت تختم الحروب العربية الإسرائيلية على أرض السويس. يمكن احنا بنحتفل بالذكرى الخمسين طبعا لانتصارات أكتوبر، بس دايما أهالي السويس طبعا في الشهر ده بيكون عندهم احتفالين طبعا، يعني انتصارات أكتوبر و24 أكتوبر طبعا بمعركة السويس. عايز أعرف من حضرتك بتحتفل إزاي أصلا بانتصارات أكتوبر؟ كل ما بتمر عليك الذكرى دي كمواطن مصري وكواحد من أهالي السويس. والله هي ذكرى عطرة علينا كلنا، بس هي الفكرة ان احنا جوانا كان احلام كتير، احلام كتير. يعني احنا في لفظ كده يمكن بعض السويسة بيقولوه بنضحك لما بيتقال، اللي هو مولد سيدي اكتوبر. السويس ما تحتفلش بيوم، السويس باللي عملته مش احتفالها يوم. ويعني لما الرئيس الراحل محمد أنور السادات قام له طبعا الأستاذ محمد أبو المجد مرزوق قال له عايزين نحتفل بالسويس
بدل ما احتفال السويس كان طبعا معركة كفر أحمد عبده. قال له عايزين 24 أكتوبر يا رئيس تبقى إيه عيد قوم مدينة السويس. قال له لا مش هيبقى عيد قوم مدينة السويس، عيد قوم لمصر كلها. أجمل هدية والحياة بنشكرك عليها جدا. الله يخليك. وبنشكرك طبعا على تشريفك لينا في برنامج صباح الخير يا مصر. الله يخليك. وشرفتنا جدا، وكل سنة وحضرتك طيب، ورحمة الله على الوالد طبعا الفدائي الغريب محمد غريب. فبشكرك دكتور سادات، شرفتنا. الشكر. دكتور سادات نجل الفدائي غريب محمد غريب، شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا لك. قصص وحكايات بتأكد لنا قد ايه ابطال نصر اكتوبر ضحوا بحياتهم واستحملوا أذى نفسي وبدني في سبيل رفعة الوطن والحفاظ على الأرض. وفي اللحظة دي لازم نقدم كل التحية والتقدير لشهدائنا من الجيش والشرطة والأهالي الفدائيين، وربنا يبارك في عمر أبطالنا اللي لسه موجودين معانا لحد دلوقتي ويمتعهم بالصحة. كنت مبسوط بوجودي معاكم في منطقتي من محافظة السويس. كل سنة وإحنا طيبين، كل سنة وإحنا قادرين نحافظ على أرضنا ومحدش يقدر علينا، وكل سنة وإحنا قد الدنيا.